لعبة شبيهة برياضة التنس، ظهرت بالسجون البريطانية في القرن 19، أخذت اسمها من الصوت اللي بتشكله. شو بتعرف عن رياضة السكواش؟ رياضة فرنسية استوحي اسمها من نبات اليقطين بسبب قساوة كرتها. سموها السجناء لعبة الراكت. كانوا بيرموا الكرة وبيضربوها بالمضرب على جدران السجون. في عام 1820 وصلت اللعبة إلى مدرسة هارو البريطانية اللي شكلت نقطة انطلاقتها الفعلية. في عام 1864 بلشت اللعبة تاخد شكلها المتعارف عليه حالياً، وفي مطلع القرن العشرين انتشرت في المدارس والجامعات. جهانجير خان من أفضل اللاعبين على الإطلاق في تاريخ اللعبة، وهو الأول على مستوى العالم. دخلت بطولاته موسوعة جينيس العالمية باعتباره اللاعب الوحيد اللي حقق بطولة إنجلترا 10 مرات متتالية، كما أنه حقق 555 فوز متتالي. كنتوا بتعرفوا هالمعلومة من قبل؟